العرضية، قد يصوب، قد يصوب، يصوب، فرصة المتابعة عملها السفاح، عملها السفاح، عملها يونس محمود، يا جماله يا جماله بضربة الرأس حطها له، كليبرسون النجم الكبير ينطلق ويخترق ويصوب، رجب حمزة يحاول ويتصدى، ولكن كان للسفاح رأي آخر، كان لأحسن لاعب في آسيا 2007 رأي آخر، كان لهداف الدوري القطري الموسم الماضي ب 19 هدف رأي آخر، نعم في الوقت بدل الضائع يسجل الغرافة ويترجم سيطرته القوية وهجوم المؤثر وعدد المهاجمين الكثير باستمرار والاختراقات الطولية، وكليمرسون يقدم فاصل رائع جدا بعد اختراقة جميلة وتصويبة قوية، لم يكن متسلل يونس محمود لحظة التصويب، بالتالي يتدخل في اللعبة بشكل إيجابي وشكل شرعي وهدف